السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا شرح جديد ومهم جدا للمكفين والمكسرين، كيفية تحميل الفيديوهات من يوتيوب. طبعا للأسف كل فيديوهات يوتيوب، كل تطبيقات بتحمل فيديوهات من يوتيوب اغلبها بتكون شغالة او بتكون شغالة وبعد كده بيحدثوها بتجف ما بتحملش. فالنهاردة معنا تطبيق بيحمل فيديوهات، اي فيديو سواء بقى كان 200 انا حملت بيه فيديو 216 ميجا وبيحمل في سرعة خيالية. التطبيق ما بيجفش، بيتحدث لكن هو ما بيجفش زي التطبيقات التانية زي سناب تيوب و يعني اغلب التطبيقات كم مش بتبقى حلوة او بتجف او كده. النهاردة معنا تطبيق اسمه فيديو دارف، ده بيمكننا ان نحمل فيديوهات من على يوتيوب او من اي موقع تاني. وكمان في ميزة، هو متصفح يعني، بس هو مش هو مثلا احنا عايزين نستمع لفيديو بس مش عارفين اسم الفيديو، معنا الرابط بتاعه بس، فده بيمكننا ان ندخل الرابط ونحمل الفيديو او نشغله. كمان في ميزة تحميل الفيديوهات مباشرة على الذاكرة الخارجية اللي هي بطاقة SD. تعالوا نشرح التطبيق بالتفصيل. صفحة 2 من 2 دريورر. طبعا اول ما ندخل فيه بيطلب بلسانة شوية عشان بياخد شوية قواعد وبيانات كده من على النت، فلازم نكون متصلين بالنت. طبعا هنستنى شوية. هو صار هو التطبيق ده من افضل التطبيقات اللي شفتها في تحميل الفيديوهات حتى الان. اوكي فتح. زر بحث او ادخل رابط المقطع. ايوه زي ما هو ايه بالظبط كده، ابحث او ادخل رابط المقطع. يعني لو معانا رابط نقدر نلصقه في المربع دوت او نكتبه ويطلع لنا الفيديو الخاص بالرابط دوت. التطبيق معانا احنا كمكفين مش يعني هو في جواب من تصنيف كتيرة، ولكن عادي يعني هي سهلة. اول واحد اسمه كار دوت، ندوس عليه قائمة، هو هيفتح لنا القائمة. القائمة دي فيها حاجات كتيرة جدا. وعلى فكرة التطبيق دوت فيه اعلانات برضو، ولكن في منه نسخة برو. هحط لكم رابطها في وصف الفيديو. بدون اعلانات يا جماعة، دلوقتي نسخة عادية، بس انا بستخدم نسخة عادية للشرح فقط. يعني هنيجي هنا غير بدون تصنيف كتير. تم تحديد مربع واختيار 14 نقطة هذا زر في عام زر من جديد. زواج تصنيف جات نسيبنا منها هي بتاعت FM و PL والعابة دوت نسيبنا منها. طبعا انا مشغل معها في العناصر في توك باك عشان نقدر نميز بين زواج التصنيف غير منطوقة من جديد. دي لو دوسنا عليها يودينا نشوف اخر التحديثات في التطبيق او كده. يعني التحقق من وجود تحديثات للتطبيق، وده التحقق من وجود تحديثات للتطبيق. تسجيل الدخول، حصل على جميع مميزات اليوتيوب على تطبيق فيديو در. تسجيل الدخول هندس عليها. تسجيل الدخول بيدينا مميزات انه ممكن نعمل اشتراك في القناة من خلال الفيديو در برضو، او نعمل اعجاب بالفيديو او عدم اعجاب او تعليق او الكلام ده كله. هنسجل الدخول. تسجيل الدخول من خلال اليوتيوب. في تسجيل الدخول من خلال اليوتيوب. وحصل على جميع مميزات اليوتيوب. تسجيل الدخول يمكنك من محتويات مخصصة، شاشة عرض اليوتيوب الرئيسية، محتويات الاشتراكات،
استعراض سجل البحث اضافه مقاطع الفيديو للمشاهده لاحقا. الاشتراك بالقنوات الجديده زي يوتيوب بالظبط. اعجاب او عدم الاعجاب بالفيديو او زي يوتيوب بالظبط كده. مميزات اخرى عديده. تسجيل الدخول عندك تسجيل الدخول نشوف هيقول لنا فين. ها زر تسجيل الدخول يجب الانتظار. ننتظر. مربع تعديل. انا مش سجل الدخول عشان اشرح. بنكتب البريد الالكتروني او الهاتف وندوس التالي ونكتب له كلمه السر ويسجل الدخول عادي. هل نسيت البريد الالكتروني؟ الا تمتلك هذا الكمبيوتر استخدمه. مزيد من المعلومات رابط. نكمل في باقي القائمه. بحث او تي دي قائمه تم التحديد 14 افم بيال. ما الجديد؟ التحقق تسجيل الدخول حصل على جميع مميزات اليوتيوب على تطبيق فيديو در. دي عرفناها. الإعدادات. إعدادات ندخل في إعدادات. تا زر الإعداد تي دي زر إعدادات المحتوى اللغة إقليم الوضع الأمن. إعدادات المحتوى ندخل فيها. تا زر إعدادات تي دي زر لغة التطبيق عربي العربية. لغة التطبيق إقليم المحتويات مصر. ايوه دي تكون محتوى برضه مصر لازم نغيرها. وضع تقييد المحتوى تم الايقاف. لم يتم التحديد مفتاح تحويل التشغيل التلقائي لمعاينة الفيديو في كل مكان تم الايقاف. كاتب لازم نشغل الفيديو في الخلفية. مدى معاينة الفيديو 3 ثوان. نطلع منها. تا زر السيمات الالوان الوضع الليلي. دي سيمات والالوان الوضع الليلي نخش فيها. تا السيمات تي دي زر تشغيل الوضع الليلي. تشغيل الوضع الليلي لو احنا عايزين الوضع الليلي. لم يتم التحديد مفتاح تحويل. هي مش بتبقى محددة. لو عايزين نشغلها شغلها. التخصيصات. التخصيصات نشوفها. طبعا دي حاجات غير منطوقة لينا احنا كمصريين. الألوان والحاجات ديت مش منطوقة. نطلع منها. التنزيلات المنطقة إضافة معلومات المسارات تلقائيا استئناف تلقائي إلى آخره. التنزيلات نخش في التنزيلات. تا التنزيلات تي دي زر جهات التنزيل الذاكرة الداخلية فيديور. جهات التنزيل يعني المكان اللي هينزل فيه فيديوهات. خش فيها. محدد 42.11.18. وبرضه ممكن نحط لهم جهادات يعني ممكن كمان نخليها على بطاقة الذاكرة وننشئ يوم مجلد وهو يحط فيه. يعني بص هنا في ايه؟ انشاء مجلد. انشاء مجلد. 42.11.18. انا حددها بطاقة الذاكرة. صفحة صفحة الذاكرة الداخلية. بيجيب لنا كل المجلدات. اوكي. اندرويد. دي سي اي ام. داونلود. لاست يير. ماجيك مانجر في 7 2. فوكالايزر اكس. فويس ريكوردر. واتساب. اي واب اندرويد. المتطلبات. لقاء الاندرويد. زاب زر. كل المجالات بيجيبها. لقاء الاندر ويب زاب 4.1000 الغاء اختر. هندوس على اخر حاجة اللي هي اختر. يتطلب الحصول على امكانية كتابة المعلومات. يتطلب الحصول على امكانية كتابة المعلومات. يرجى اتباع الخطوات التالية للسماح للبرنامج بالكتابة على بطاقة الذاكرة الخارجية. ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 ستيب 4 الغاء للفتح. الفتح من قائمة الأخيرة. الفتح من الأخيرة. هندوس على الأخيرة دي. عرض الجذور زر. لا توجد عناصر. مزيد من الخيار. هندوس مزيد من الخيارات أو 3 نقط للمبشرين. إظهار بطاقة SD. إظهار بطاقة SD ندوس عليها. عرض الجذور زر. ندوس بعد كده على عرض الجذور. الفتح من الأخيرة. بطاقة SD 4.82 جيجا بايت مجانا. نختار هذه. نختار بطاقة SD. عرض الجذور زر. دي برضو ممكن نوجه لهم مجاهدات. نختار جبنا كل مجاهدات. مزيد من الخي دوت اندرويد دوت داتا المتطلبات اندرويد دي سي اي ام 17 يونيو.
نفس المجاهدات اللي كان جايبها هنا. طب عايزين نسيبه كده يحمل بره كده، مش عايزين يحمل في مجاهدات. هندوس على اخر حاجة عرض اختيار زر اختيار تا زر التنزيلات. انا جات على دلوقتي، انا بص نشوف على النجاة تيلي زر جهات التنزيل 42 11 مغنيات. كان في ربي يقول لنا جهات التنزيل الذاكرة الداخلية، دلوقتي بيقول لنا جهات التنزيل اسم الذاكرة الخارجية، يعني هي مسمية اسم الأرقام واسم العشوائية ديت. بعد كده بعدها الحد الأقصى للمهمات، المهام 2 ندخل عليها، المهام هي نصح به 2 في حاجة جنبها كده غير منطوقة، لو عايزين نزودها ندوس عليها المهام 4 كده بقت 4 يب بس مفيش تاني. المهام 4 يب إلغاء حسنا أقصى حاجة 4. جهد الحد عدد الفريد للتحميل السريع، فريد لكل تنزيل 4 جيت نسيبها. استعملوا نمط دمج صوتي سريع، جودة الصوت للملف في المحول ربما تكون أقل من الأصلية. جيت عايزين نحرك جودة الصوت نخش فيها. تا زر التنزيل تي دي زر جهات التنزيل الحد استعملوا نمط دمج تم تحديد مفتاح. دي بتبقى محددة وبتحدد وتصير تحديدها. استعمل لم تفعيل تلقائي للعلامات الصوتية للتنزيلات الخلفية الفنان وغيرها عنوان فنان. اللي هو عايزين مثلا احنا بننزل فيديو ودوبنا مثلا مين منزله وفنان وكده، يعني حاجات كده اللي عايزين نحددها. متابعة التنزيل بشكل تلقائي، الاستئناف التلقائي للتنزيل باستخدام الواي فاي فقط. ديت نخش فيها. متابعة لم يتم التحديد بالاختيار، لا تستأنف التنزيل تلقائيا. لو مثلا التنزيل وقف، شبكة الواي فاي فصلت، هنختار لم يتم التحديد بالاختيار، استئناف تلقائي للتنزيل باستخدام بيانات الهاتف النقال أو الواي فاي. ديت بس نخلي بالكم، نخلي بالنا عشان لو يعني نخلي بالنا عشان ما الخط الشركة ما تخصمش رصيد، يعني ما نفتحش بنات وخلاص. فهندوس على ديت. لم يتم التحديد بالاختيار، لا تستأنف التنزيل. ديت لم يتم التحديد بالاختيار، استئناف تلقائي للتنزيل باستخدام بيانات الهاتف النقال أو الواي فاي. ديت متابعة التنزيل بشكل تلقائي، لم يتم تم التحديد لم يلغى حسنا وندوس حسنا. استعملوا نمط دمج التنزيل من الواي متابعة التنزيل من الواي فاي فقط، يتم تنزيل الوسائط فقط عندما يكون الجهاز متصلا بواي فاي. دي ما نحددهاش عشان يوم شبكة يوم مش معنا واي فاي ومعنا باقة مش هنزل. لم يتم التحديد مفتاح تحويل، فدي ما نحددهاش. عرض سرعة التنزيل كبايت ثانية، عرض سرعة التنزيل لا تفي صيغة بأية بدلا عن مطل كل ثانية. لا يقولنا بينزل كم كيلو بايت في الثانية، يعني صوت كم كيلو بايت في الثانية. لم يتم التحديد مفتاح تحويل، دي نخليها انا طبعا زي حساب زي ما هو نحددها. عرض سرعة التنزيل كبايت بس ده خلصت التنزيلات، نخش في بعدها إعدادات السيامات الألوان إعدادات التنزيلات مستعرض مقاطع الفيديو التشغيل التلقائي الجودة الافتراضية مستعرض مقاطع الفيديو نخش فيها. تشغيل الفيديو تلقائيا بدء التشغيل التلقائي للتنزيل المؤقت فور فتح صفحة التفاصيل، يتسبب ذلك في زيادة الاستهلاك بيانات الشبكة. تشغيل الفيديو تلقائيا بدء التشغيل التلقائي للتنزيل المؤقت فور فتح صفحة التفاصيل، يتسبب ذلك في زيادة الاستهلاك بيانات الشبكة. ديت لما ندخل على الفيديو يشغله تلقائيا، بيقولنا ان ممكن ياخد بيانات كتير. لم يتم التحديد مفتاح تحويل، انا هحددها. تشغيل تم التحديد الانتقال للفيديو التالي تلقائيا، الانتقال للفيديو التالي تلقائيا اثناء تصفح انتقال الفيديو التالي تلقائيا، لو مثلا الفيديو ده خلص يجيب الفيديو اللي بعده على طول. تم التحديد مفتاح تحويل، هي بتبقى في توريدات محددة. الجودة التلقائية لعرض الفيديو تلقائي، الجودة الافتراضية لو عايزين نغيرها نخش فيها. تم التحديد لم يتم التحديد بالاختيار 1080 بي، لم يتم التحديد بالاختيار 720 بي، لم يتم التحديد بالاختيار 480 بي، لم يتم التحديد بالاختيار 360 بي، لم يتم التحديد بالاختيار 240 بي. في كل الجودات اللي احنا عايزينها لم يتم التحديد بالاختيار 144
لم يتم التحديد في اختيار صوت. وفي صوت برضو احنا عايزين صوت بس من غير فيديو. بس كده ديت اعتقد انها خلصت. تمت الجودة التلقى. بس كده خلصت القائمة ديت. مستعد مقاطع الفيديو بعدين. لو حد لاحظ ان الزر دوت لو حد لاحظ الزر دوت واحنا بنجرب الزر دوت هنرجع له بعدين. بس هنخلص بس الاعدادات. مستعد مقاطع اعدادات اخرى رفض الرابط المنسوخ اعاده ضبط التطبيق الغاء تثبيت الملحق الى اخره. اعدادات اخرى دي ما تهمناش يعني. هنطلع منها نطلع من الاعدادات من القائمه. تم تحديد مربع وقتي 14 نقطه 2. تم تحديد مربع لم يتم التحديد. تم التحديد دي. لم يتم التحديد 14 نقطة 2. طب نطلع منها كده. زر بحث او ادخل تي دي زر تي دي ديت لو دوسنا عليها مش هتعمل حاجة. مش هتعمل حاجة لان هو ده زر بحث صوتي. احنا لو فتحنا خانة البحث بحث او ادخل نفتحها كده بحث او ادخل تي اف زر تم التحديد كل لم يتم تي جي زر تي جي زر قائمة مش هنلاقيه. فهو زر مش عارف بتاعي تي 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 اف تي تي ديت يروح لو طبعا كل زر بدون تصنيف. تي ديت لو احنا كنا عايزين نرجع للأعلى تي اف زر تي اف دي لو دوسنا عليها يودينا للبحث الصوتي. يرجع قول أي شيء. طبعا مش قادر أستخدم المايك لأنها بس أنا مسجل الشاشة. تي اف زر تم التحديد كل زر اختيار لم يتم التحديد زر اختيار تي جي زر تي جي ديت لو دوسنا عليها نشوف هيودينا فين. تي جي زر قائمة تي جي زر ده زر شكل معطل أو حاجة زي كده. تي جي زر هندوس على تي جي ديت. حاجات غير منطوقة. احنا بيهمنا ننزل الفيديو ازاي. هنبحث مثلا عن اي فيديو. بحث او ادخل رابط المقطع مربع جاري للتعديل. بحث او ادخل رابط المقطع مربع تعديل. طبعا انا معايا رابط في الحافظة. انا افتح الحافظة. السلام عليكم ورحمة الله. HTTPS ده رابط HTTPS colon slash slash yao TF جارين التعديل HT هتريد تنزيل الملف بواسطة فيديو تنزيله TF زر جارين التعديل HTTPS شريط المسافة بحث زر ندوس بحث هنشوف هيودينا لفين. استنى شوية ما يحمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد. طبعا ده فيديو نشرح ازاي نتعرف على اسماء الادوية اللي عملناها او اي حاجة. رواية تنزيل الصوت M4A 128 kbps 5.1 mb. جايونا رابط تنزيل الصوت وعايزين نزود برضه في M4A و MP3 MP3 128 kbps 5.1 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 MP3 128
إغلاق زر مسجلش الشاشة الرئيسية تطبيقات تطبيقات نخلي تاني بحث أو أدخل رابط المقطع ندوس على ديت بحث أو أدخل رابط المقطع مربع تي زر ميم نكتب أي حاجة مثلا ألف ألف عين عين
وندوس بحث. بحث مزيرة. تا زرة. عجبينا كل الفيديوهات؟ اوكي عجبينا كل الفيديوهات. ونية تي اي تي ار التصفيات. ار ستة زر يو ثمانية. الرابعة واربع واربعين دقيقة صباحا. اغني لأحمد حسين كل الحكاية المجامدة 2016. 2.8 مليون مشاهدة. جت في سوى ستة. جبنا كل الفيديوهات اللي هنا. طبعا كل فيديو بيبقى بعديه زود تصنيف جديد. سادس يو ثمانية ار ست اس زرة. الرابعة واربع زرة. ده جاب التصنيف مش عارف ايه هي اصلا. وزي ما قلت لكم كله مش كله يعني اغلبه زرابو تصنيف. فلو عايزين نحمل الفيديو بنفس الطريقة نفتح الفيديو كده. ار ست يو السادسة والاحدى عشرة دقيقة. بس طبعا مش عايز افتح الفيديو لان مش عايز افتحه. فاحنا نفتح الفيديو نفس الطريقة اللي عملنا بيها الفيديو فات. ندخل على الفيديو ونجرب لحد ما نلاقي هو تنزيل الصوت واحنا عايزين ننزل الصوت. وبيبقى فيه صورة ام فو اي وام بي سي وبيبقى فيه كذا جودة للام بي سي كمان. وهو تنزيل الفيديو بيبقى فيه كذا جودة ام بي فور وبيبقى فيه جودات تانية.